مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع شوطنا الثامن على التوالي. نسير مع البداية والصدارة الأولى مع هذا الانطلاق خطيلان، وحمد بن محمد بن سالم العفاري مع المركز الأول مقدم لنا خطيلان مع البداية والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني مليح أحمد بن محمد بن روية الخيلي مع ثاني المراكز، وثالث المراكز متعب سي بن يريب بن سويد المنصوري أيضا ينطلق مع ثالث المراكز، رابع المراكز والوصول مع الشاعر منصور بن ناصر بن علي بن صرود الخيلي، بينما من الجانب الآخر الواصل خليفة بن عيسى بن خليفة الخيلي هناك بن شلبوت ينطلق في هذه اللحظات مع عيسى بن خميس هناك ايضا بن شلبوت الاخيلي، بينما الوصول مع فليج ام هناك فلج مصبح بن سعيد بن صبيح الراشدي ينطلق في هذه اللحظات مع هذا الحضور الرائع والجميل. يا سلام البداية المقدمة مع العفاري لا زال مع المركز الاول منطلقا مع البداية والصدارة الاولى، قيادة متميزة حامل الرقم واحد ومع الصدارة والمقدمة الأولى حمد بن محمد بن سالم العفاري، بينما الشاعر مع المركز الثاني بشعار منصور بن ناصر بن علي الأخيلي شعار التحديات يتواجد دائما بحضوره بأداء المتميز والرائع والجميل، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر متعب سي بن يريو بن سويد المنصوري مع ثالث المراكز رابع المراكز هناك فلج ومصبح بن سعيد بن صبيح الراشدي مع المركز الرابع، خامس المراكز هناك الوصول من شعار بونايف في هذه اللحظات، مرحبا بمليح مليح ويقدم لنا بونايف ايضا مع هذا الحضور مع هذا الاداء احمد بن محمد بن روية الخيلي، بينما الوصول والقدوم من الجانب الاخر اشوف هناك ايضا خطير حمد بن محمد بن عبد الله العرياني ايضا مع سادس المراكز وسادس التحديات الرائعة. المقدمة الأولى هناك مع الشاعر، غير الشاعر إلى المركز الأول 2 كيلومترات، يا سلامي على هذا الأداء الحضور الرائع مع منصور بن ناصر بن
صرود الأخير مع المركز الأول، غير وبدل الأمور اختيلان مع المركز الثاني حمد بن محمد بن سالم على عفاري، بينما الوصول والغدوب مع متعب سيبي جريب بن سويد المنصوري مع ثالث المراكز رابع المراكز والوصول في هذه اللحظات. الله، وصل مليح، وصل مليح بشعار بنايف ايضا احمد محمد بن روي الاخيري، بينما الوصول والقدوم ايضا مع فلج مصبح بن سعيد بن صبيح الراشدي ايضا ينطلق مع المركز الرابع والخامس هناك، بينما سادس المراكز والوصول مع خطير حمد بن محمد بن عبد الله العرياني. نعود الى الصداره، كيلو ونص الكيلو الاخير، يا سلام الاداء الرائع المتميز، يا سلام لمن الحضور الرائع، لمن الأداء الجميل، يا سلام. بنشوف بنتابع هناك مع الشاعر، الشاعر مع البداية مع القيادة، ولكن التبديل الذي طرى وجرى على البداية هناك متعب سيب بن يريب بن سويد المنصوري، هذا بن سويد ما في حيلة، بن سويد أظن أنه شكل الخطر خلاص، أعلن التحدي والانطلاق المتميز، يا سلام. الله يا هذا الأداء، الله يا هذا الحضور. هناك مع البداية متعب سيب بن يريو بن سويد المنصوري، الشاعر مليح واصل مع بالروية، ولكن هناك من الجانب الآخر أيضا مع الراجدي، ولكن بن يريو بن يريو مع البداية والصدارة الأولى، يا سلام لمن الانتصار، لمن الحضور الرائع والمتميز. الله يا بن يريو، الله على هذا الحضور المتميز، ما شاء الله. انطلق مع متعب سيب بن يريو بن سويد المنصوري مع المقدمة الأولى، مع المقدمة الأولى. الله، انطلق مع البداية، المركز الثاني مليح أحمد بن محمد بن روية الأخيلي، ولكن الحكماني تحكم كما تشاء يا أبو خليفة مع البداية، سالم بن خليفة الحكماني هنا من يقدم لنا هذا الانطلاق المتميز. متعب وسيب بن يريو بن سويد المنصوري المركز الثاني، المحاولات مع شعار بنايف بين بنايف وبين يريو، ولكن خلاص بن يريو هناك مع البداية سيب بن يريو بن سويد المنصوري، مشكور يا الحكماني على هذا الحضور الرائع والجميل، لحظات الوصول مع متعب معلن الفوز والانتصار، المركز الثاني مليح مع احمد محمد روي الخيري، المركز الثالث هناك ايضا مع الشاعر منصور الناصر بن صرود الخيري، بين الوصول والقدوم مع شعار اختيران حمد محمد بن سالم العباري، ووصول ايضا مع فلج مصبح بن سعيد بن سيف بن صبيح راجدي ثانينا.